سلطانة انتي منيحة؟ طولي بالك، اهدي، انا ليكني جنبك. مولاتي عفيفة خانم، لك وينك انتي؟ لو ما لحقناها كوثر كانت رح تقتل السلطانة. سامحيني يا سلطانة، بس انا تحكي ولا كلمة. يلا يا سلطانة خلينا نطلع من مولاتي. عشو واقفين عم تتفرجوا؟ روحوا جيبوا الحكيمة. هالشراب رح يريحك سلطانة. شكرا. وين ولادي؟ طمنتوا عليهم؟ سلطانة انتي لا تاكلي هم، من شوي رحتوا شفتهم نايمين مثل الملائكة. منيح. سلطانة طمنيني انتي منيحة؟ ايه منيحة. سلطانة نحن من شوي عرفنا، بس ما تكون أزتك. وين الحكيمة؟ ليش ما أجيت؟ من شوي طلعت، أجيت وفحصتها، الحمد لله ما فيها شيء. يا حي، انتي شو سويتي بالسلطانة؟ يا سلطانة بترجاكي إنه تهدي، هلأ السلطانة خديجة تعبانة ولازم أراحة. وين هديك الخاينة كوثر؟ بدي موتها. لا تعذبي حالك، الست فريال ساوت اللازم معه. عفيفة خانم ليش واقفة؟ روحي لعند الأمير وعطي خبر. شو رأيك سلطانة؟ لا تزعجوا، ما في شي مستاهل، أنا منيحة. نشكر الله يا سلطانة، الله هو اللي حماكي. أنت لا تاكلي هم بنوب، الأمير رح يحقق بالحادثة. بكرة بده يعاقب كل واحد كان له علاقة بهي الحادثة. خلونا ما نتعب للسلطانة كتير، قضت ليلة كتير صعبة ولازم ترتاح. لا تحكي ولا كلمة، الكل هون بيعرف انه كوثر هي جاريتك، ليش ما بتكوني انت اللي بعتيها؟ عطول انا المتهمة عندكم؟ فوق ما حميت السلطانة منا ومن شرها؟ اللي صار انه اجت فريال لعندي وقالت لي انها شافت كوثر وهي رايحة لعند السلطانة. منيح وصلنا بالوقت المناسب. اذا مو انت اللي قايلتي لها لكوثر، ليش لحتى تعمل هيك؟ هالغبية تصرفت من دون علمي. الظاهر إنها جنت، خصوصاً بعد ما حبسوها. هلأ مو أنت اللي عطول كنتي تشتكي منها يا سلطانة؟ الكل بيعرف إنه طردتيها لأنه هي عنيدة. مدام هيك أنت لشو مخلتيها عندك؟ يمكن غلطت، بس تركتها عندي لجاكركن، لأنكن أخدتوها لفاطمة وحميتوها. أنا مستحيل صدق أي كلمة بتقوليها. خلاص بكفي بقى، بدي إياكن تسمعوني منيح، ما حدا يتدخل بحادثة اليوم. أكيد شي نهار الحقيقة رح تظهر قدام الكل. الحق معك. شو رأيك نروح على جناحي؟ ماشي. سلطانة لا تروحي، خليكي هون، أنا رح روح لعند مريم. ما له لزوم. لكن اسمحي لي ابعت معك فيروزة لحتى تهتم فيكي، ايديها فيهم الشفاء ورح تريح حضرتك. وين السلطانة خديجة؟ شو هي مانا ناوية تجي؟ راحت على قصرها، لأنه إبراهيم باشا إجا اليوم. مو معقول، بس إجا راحت ركض. يا ريت تفكري بحالك، لأنه مولاي السلطان حيقضي هذا اليوم مع الجارية. يعني جبتوها لهون؟ أصلاً هي ما طلعت من القصر. أي
بهيك حالة رح تعدي انت وياها مع بعضكن للصبح تحكوا عن فشلكن. دستور السلطان سليمان المعظم. اجا سلطان روحي من السفر وقلبي رح يطير من مكانه من الفرح والسعادة. نورت القصر مولاي. أنا في عندي بشارة، مصطفى حيصير عنده ولد، جاريته فاطمة حامل، إن شاء الله عن قريب حيصير عندك حفيد مولاي. مصطفى خبرني وإن شاء الله ألف مبروك. سليم، بيازيد، ما شاء الله كتير كبرانين. أنا كتير تمرنت يا بابا وصرت أغلبه لسليم بالسيف. دربت كتير مولاي وما في حدا بيقدر يغلبني. جهانگیر، سلطانة. قولي يا عفيفة خانم. مولاي السلطان حابب يشوف حضرتك الليلة.
ادخل. سليمان. هيام. طولت غيبتك كتير يا مولاي، وهالقصر هذا بدونك كان جهنم. كل ليلة مرت وانت مو موجود كانت بالنسبة إلي كابوس بشع. بشكرك يا ربي انك رجعت لي حبيبي. معقول كل هالقد اشتقتي لي؟ أشتاق كثيراً لرنة صوتك ولضحكتك. ضميني إلى صدرك ودعيني أسمع دقات قلبك. ارحمي هذا العاشق الذي قتلته ورأفي به يا جميلتي. هيك كاتب لأنت للجارية، بس هذا كله خيال. صدقني هاد خيال، أنا حقيقتك يا سليمان. الحقيقة معي. هيام. سليمان، كتير حلو لون هالحجر، أنا ما شفته من قبل، رح تعمله خاتم؟ ما قررت شو بدي ساوي فيه، لسه بده شغل. اي معلش، بستنى، شكله رح يكون حلو كتير. كيفهم الأولاد؟ الأولاد مبسوطين كتير، ما شاء الله مريم ومحمد ما عم يزعلوني بنوب، ومعلمينهم مبسوطين منهم، قالوا لي إنه هنن كتير مناح بدروسهم. الحمد لله كلهم مناح ما عدا جيهانجير. في جارية عم تهتم فيه وعم تقدر تهديه وتخفف له وجعه، حتى انها قالت لي مرة انه الشي اللي بظهره أثر جناح. حتى قالت لي انه ابني كان عايش مع الملائكة قبل ما يخلق. إن شاء الله يتحسن وضعه. كنت بدي أحكي معك بموضوع بخصوص محمد. بما أنه كبر هلأ فهو حابب أنه يقسم اليمين وينضم للجيش بأقرب وقت. إيه محمد معه حب، بكرة بس تصير الظروف مناسبة رح نعمل حفل الانضمام. قلت له هالحكي بس ما قدر يصبر، هو حابب ينضم قبل ما يروح مصطفى، ومصطفى قال لي أنه هو كمان حابب يكون موجود، بده يكون جنب أخوه بهاليوم. بما أنه الأمراء هيك بدهم فأنا مو حابب أوقف بوشهم. موافق يا حراس؟ وصلوا خبر لإبراهيم باشا، خلوه يبلش بالتحضير لانضمام الأمير محمد للجيش الانكشاري. أمرك مولاي. مولاي أحكي. إجت السلطانة خديجة. مولاي. خديجة. يسعد صباحك يا سلطانة. سامحني يا مولاي لأني ما كنت موجودة باستقبالك مبارح، وضعي ما كان منيح بنوب وما حبيت زعلك من وصلتك. بس ما تكوني مريضة أو فيك شي. بس في موضوع مهم. لكن أنا بدي استأذن. لا هيا، لأنه الموضوع بيتعلق فيكي. حضرتك بتعرف أنه أنا كنت ساجنتا للست فريال، وإني كنت عم استنى لحتى تولد مشان أقدر نفس العقوبة. الطفل ولد ميت، وبعدها بفترة قصيرة أمرت أنه ينفذوا فيها العقوبة،
بس ما بعرف كيف قدرت تهرب وتخلص حالها، وهلأ هي هون موجودة بالحرم لك. كيف يعني هون؟ بظن هيام بتقدر تشرح لك يا سلطان، لأنه هي اللي جابتها على الحرم لك. هيام؟ بالأول فكرتها ماتت، بعدين هي بعتت لي خبر، طلبت المساعدة وأنا قبلت لأني كنت مجبورة. الموضوع هاد بخص سمعة الحرم لك. أنا حبيت إنه هالمرة تكون قدام عيوني مشان ما تحكي يلي صار وتنشر القصة هون وهون. أنت كنتي رح تحكي مو فريال يا هيام. يا سلطان هددتني إنه إذا ما بسمح لها لفريال تضل هون رح تحكي بالموضوع بكل مكان وتوصله للقاضي. أنا ما هددتك أبدا. مو حكيتي هالشي قدام الأمير مصطفى؟ إذا بدك فيك تسأله لتتأكد. أنا قلت إنه هيك قرار ما بياخده إلا مولاي السلطان، بس طلبت إنه يستنوك لحتى. خلصنا نيناتكن، اسكتوا. هذا التصرف ما له مبرر يا هيام. كيف بتساوي هيك وبتجيبي فريال على القصر؟ إبراهيم باشا سامحته وطلع بريء وعم بيعيش حياته وكأنه ما صار شي بنوب. فريال شو ذنبه؟ فلازم تعفي عنا. أنا قلت لك قبل هلأ يا هيام، هالموضوع بخص بس خديجة وإبراهيم لحالهم، حتى أنا ما عم بتدخل بيناتهم. أنت ليش عم تتدخلي؟ مولاي أنا الخناقات اللي عم بتصير بيناتكن عم تزعجني كتير. حلولي إياها بقى، بدي الحرم لك يرجع مثل أول. أصلاً أنا مليت من هالعداء اللي موجود بيناتكن على طول بالحرم لك والمشاكل اللي ما إلها أي معنى. ما عاد بدي أسمع شي. مولاي طلعي من وشي. سلطانة. إبراهيم باشا كتير مبسوطة بشوفتك هون مرة تانية. وأنا كمان مبسوط كتير بشوفتك، كمان جبت لك سلام واحترام مخصوص من اسكندر شلبي. مع الأسف ما قدر يجي لهون لأنه تحاكم بميدان الحرب وانعدم هنيك. مو مشكلة، هالدولة بيروح وبيجي عليها أشخاص مثله كتير يا باشا، واللي بينعدموا أكتر. الحق معك، بس أنا اللي بحط هيك أشخاص وأنا كمان اللي بقرر كيف إنهيهم. معقولي لساعتك ما انتبهتي لهالشي؟ هاد كلام كتير كبير بالنسبة لشخص حياته كلها مرهونة لمرته وقراره. أنا وياكي منعرف إنه هالشي مو مزبوط، لأنه أنا ما طلبت العفو من حدا ولا حتى الرحمة، وأنا ما بقدم مبررات إلا لجلالة السلطان، لأنه قوتي وجرأتي باخدة من جلالة السلطان بشكل مطلق مثل حضرتك. الأمور ما رح تضل هيك يا باشا، ولا تفكر إنه لا يمكن التخلي عنك. ما في وزير أعظم تاني هون، بس هون بالقصر في كتير جواري، حتى في واحدة منهم هلأ بلشت تهز العرش تبعك يا سلطانة. واضح إنه وصلوا لك الخبر فوراً. مظبوط، الخبر يلي مو منيح بينتشر فورا. لكن عرفت بموضوع فريال ما هيك؟ وانه انا اللي انقذت حياتها، ولولاي هلا ما كانت عايشه، وهلا السلطانه خديجه جوا وعم بتحاول تقنعه للسلطان انه يقتلها. ورجيني اذا كان عندك قدره انك توقفها.